أهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من همزة وصل وموضوع جديد مطروح للنقاش. في هذه الحلقة نتحدث عن تعديل قانون تنظيم حق التظاهر، فكما أعلن المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب أنه تم تكليفه من جانب المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بإجراء تعديلات على قانون تنظيم حق التظاهر وتشكيل لجنة لإدخال التعديلات الواجبة على الجريمة أو العقوبة المقررة بموجب هذا القانون وعرضه عليه في وقت لاحق. بالتأكيد هذه الخطوة وصفت بالإيجابية من جانب كثير من المنظمات الحقوقية والتيارات الأساسية التي طالما طالبت بهذا التعديل منذ فترة طويلة وفي الأونة الأخيرة. المستشار مجدي العجاتي أشار إلى أن التعديلات سيراعى أنها تكون متوافقة مع الحق الدستوري في التظاهر السلمي بما يضمن الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور الجديد وبما يضمن أيضا في الوقت نفسه مراعاة سلامة منشآت الدولة. في هذه الحلقة إذن نتحدث عن هذا الموضوع وسؤالنا هو كالتالي: هل ترى تعديل الحكومة لقانون التظاهر خطوة إيجابية؟ بانتظار توصلكم معنا مشاهدينا وإجاباتكم على هذا التساؤل من وجهة نظركم المختلفة وذلك من خلال هذا الرقم الهاتفي 257-433-66 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عبر هذا الرابط المشترك همزة وصل إي جي. دعونا قبل أن نبدأ في طرح وجهة نظركم من خلال ما وصلنا من تعليقات أن نتابع بعض التفصيلات حول هذا الموضوع في سياق التقرير التالي. بعد الإعلان عن خطة الحكومة تعديل قانون التظاهر يرتفع سقف التوقعات، وهناك حديث عن إلغاء عقوبة الحبس في حال التظاهر بدون تصريح والاكتفاء بعقوبات مخففة إذا لم تنطوي المظاهرات على أعمال شغب أو عنف. وتأتي هذه الخطوة من جانب الحكومة بعد إعلانها سابقاً أن قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013 لن يخضع للتعديل. من جانبه قال المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب إن لجنة تعديل قانون الحق في التظاهر التي يترأسها ستنتهي من عملها يوم الخميس المقبل ليتم عرض نتاج عملها على مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوع المقبل. وحول إمكانية تطبيق التعديلات التي ستدخل على القانون على المحبوسين حالياً بتهمة خرق قانون الحق في التظاهر، أوضح العجاتي أنه يمكن تطبيق التعديلات عليهم إذا كانت في صالحهم وتخفف العقوبات عنهم. يأتي هذا فيما وافق مجلس النواب بالأغلبية على قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقد. هذا وقد رحب سياسيون وحقوقيون بتعديل قانون التظاهر، لكنهم شددوا على ضرورة أن يكون التعديل جوهريا ويلغي عقوبة السجن على التظاهر السلمي من دون تصريح ويخفف قيمة الغرامة. إذن كانت هذه بعض تفاصيل الموضوع ونضيف إليها المزيد من خلال الأخبار التي ذكرت أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تقدمت أمس الاثنين بمشروع قانون جديد ينظم حق التظاهر، وكذلك المركز المصري للدراسات تقدم أيضا بمشروع آخر بهدف مراعاة احترام حقوق الإنسان. مشروع قانون المنظمة المصرية لحقوق الإنسان يلغي العقوبات السالبة للحرية ويبقي على الغرامة باعتبار أن مخالفة القانون ليست جريمة جنائية خطيرة، كما يوصي بإلغاء المادة 14 التي تنص على أن يحدد وزير الداخلية بالتنسيق مع المحافظ الحرم أمني معين أمام المواقع الحيوية، وأيضا يوصي بحق حرية الرأي والتعبير وبوجود لجنة بوزارة الداخلية لتلقي الإخطارات الخاصة بتنظيم المظاهرات. على أي حال سنناقش المزيد حول جوانب هذا الموضوع مع ضيوفنا الكرام الذين انضموا إلينا الآن. معنا الدكتور طارق خضر أستاذ القانون الدستوري، وكذلك معنا أيضا الأستاذ محمد الشافعي المؤرخ والكاتب الصحفي. تحياتي دكتور طارق. دكتور طارق؟ دكتور طارق؟ أيوة أنا سامع حضرتك يا فندم بوضوح. يعني إذا ما تكلمنا عن التعديلات المرتقبة في قانون تنظيم حق التظاهر، يعني ما هي أبرز هذه التعديلات المتوقعة من وجهة نظرك في هذا القانون؟
دعني أقول لحضرتك إن القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 ده بعنوانه بالضبط تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية. نعم. هذا القرار بقانون من 25 مادة، وهذا القرار بقانون الحقيقة صدر في الفترة التي قبل دستور 2014. انت عارف حضرتك احنا 10 يناير 2014 تم الموافقة على الدستور، فما زال هذا القرار بقانون قائما، الا ان هناك محاولات كثيرة منذ فترة كبيرة بتعديل هذا القرار بقانون. انا شايف لابد ان يوضع في الاعتبار يا استاذ احمد عدة امور في هذا الامر. ان كل من يطالب بالتعديل يمكن أن يكون له الحق في بعض الأمور وليس له الحق في أمور أخرى. اثنين، لابد حتى أن يتم وضع القانون وضعا سليما النظر إلى المادة 73 من دستور 2014 التي أوجبت أنه يتم التظاهر بالإخطار، وأن المتظاهرين يكونوا غير حاملين سلاحا من أي نوع. تمام. وإن الإخطار ده على النحو الذي ينظمه القانون. هنا نأتي للقانون. الإخطار كان قبل موعد التظاهر بثلاثة أيام على الأقل. هنا يمكن أن يحدث تعديل. التعديل أيضا البعض يرى أن وزارة الداخلية ليه ترفض عمل مظاهرة. لا، لابد أن يوضع في الاعتبار أن قرار وزارة الداخلية برفض المظاهرة لابد أن يكون قرارا مسببا، ويمكن للمتظاهرين أنهم يطعنوا على هذا القرار أمام قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة. لكن اللي أنا عايز أقوله يعني بلاش نغمة تعديل القانون، وبالتالي أنا بقول التعديل يكون في وضع محسوب بما لا يخل بمقتضيات الأمن. تمام. لذلك يعني لابد أن يوضع في الاعتبار دائما أبدا أنت بتعمل موائمة أو موازنة عندك الحقوق والحريات العامة والإخطار وما إلى ذلك، لكن بما لا يخل بمقتضيات الأمن القومي. طيب. يعني حضرتك تقصد إيه ببلاش نغمة تعديل القانون؟ يعني بلاش نغمة تعديل القانون. يعني البعض يرى أن هذا القانون بال 25 مادة التي يتضمنها يخالف الحقوق والحريات العامة. انت عشان تمارس حقك او تمارس حريتك لابد ان يكون هناك ليس قيودا وانما تنظيمات. التنظيم ده موجود في القانون. ممكن فعلا بعض العقوبات يتم تخفيفها الى حد ما، ممكن بعض العقوبات يتم بدلا من السجن ممكن الاكتفاء بغرامة معينة. لكن افرض حضرتك واحد دخل المظاهرة وهو يحمل سلاح والدستور أوجب ألا يكون حاملا لأي سلاح من أي نوع، والبعض بيرى أن الشرطة لما بتتدخل لابد أن يحدد في القانون كيفية تدخلها. طب هو القانون يا أستاذ أحمد نص لو قرناه على أن الشرطة بتتدخل بتوجيه إنذارات شفوية ثم تدرج حتى يمكن أن لا يصل الأمر إلى أقصى الحدود. تمام. أنا شايف أن التنظيم شيء مطلوب، لكن لابد أن يوضع في الاعتبار حماية النظام العام. يعني حضرتك مع التعديل الجزئي لبعض مواد القانون وليس التعديل الكلي للقانون حفاظا على سلامة المنشآت العامة. تمام. تعديل جزئي لحماية مش المنشآت العامة فقط، النظام العام في الدولة. النظام العام. أحسن. تمام. أحسن. طيب ابقى معي دكتور طارق خضر، وبسأل أستاذ محمد الشافعي المؤرخ والكاتب الصحفي. أستاذ محمد، يعني رأي حضرتك في خطوة تعديل قانون تنظيم حق التظاهر، يعني إلى أي مدى بتعتقد أنها خطوة هامة في الوقت الراهن؟ شوف أستاذ أحمد، بداية كل سنة وحضرتك طيب وكل سنة المشاهدين بخير، ودعنا يعني نتوقف يعني عند بعض النقاط السريعة. اولا كل الدول الديمقراطيه في العالم لديها قانون ينظم عمليه التظاهر. ثانيا عندما صدر القانون الذي نحن بصدد تعديله
صدر في توقيت كان الأمن غير منضبط إلى حد كبير، فذهب المشرع إلى نوع من التشدد لضبط الإيقاع الأمني. ثالثا وكما يعني تفضل الدكتور طارق قبل مباشرة تحدث عن فكرة الأمن القومي وخطر المظاهرات على الأمن القومي وغير حامل السلاح أو من يحمل سلاح، من يحمل سلاح ينطبق عليه قانون العقوبات، يعني هذا قانون غير القانون. نحن أنا شخصيا مع فكرة تعديل قانون التظاهر، ولكن بالضوابط الموجودة في الدول الديمقراطية. كل مظاهرة لابد لها من عنوان، لابد لها من توقيت، لابد لها من كم مكان، يعني أنا محتاج مكان وزمان وعنوان، أخذ بال حضرتك. فإذا ما توفرت هذه الضوابط أهلا وسهلا. كمان الأمن الحقيقة توسع في الفترة الماضية في الزج بالمتظاهرين الذين يخالفون قانون التظاهر، يعني دعنا نقر بهذا، بتهم الحقيقة في منتهى السذاجة، هي تهمة قلب نظام الحكم. فكيف لمجموعة من الشباب 10 20 100 1000 5000 حتى أن لدينا نظام حكم راسخ وقوي؟ فهذه التهمة الحقيقة هي التي أدت في النهاية إلى صدور أحكام بخمس سنوات وبسنتين على المخالفين لقانون التظاهر. لكن احنا شفنا النهارده في حكم ببراءة 52 متهم في تظاهرات وسط البلد في ذكرى تحرير سيناء، يعني انا اعتقد يعني في احكام بالبراءة بتصدر على من يدانون في قضايا التظاهر حتى بأثر رجعي. يعني انت عارف ان القانون حمال اوجه يا استاذ احمد، يعني انت عارف ان كل قاضي جليل بيطبق القانون منه، يعني لما يجي له القاضي جاي له القضية محالة بأنه دول متهمين في قلب نظام الحكم، يعني بالتأكيد يعني خمس سنين قليل قوي على قلب نظام الحكم. فيعني لكن في الآخر دول شوية شباب. أنا رأيي عشان نحل المشكلة دي والإشكالية دي يا أستاذ أحمد، إن احنا نعدل القانون ونخفف العقوبات الموجودة فيه، والأهم أن نتوسع في منح تصريح حق التظاهر والتعبير عن الرأي، والأهم أن نعطي هؤلاء الشباب أو الشيوخ أو السيدات أو الأطفال مكانا للتظاهر. انا اقترحت في اكثر من برنامج كنت ضيف عليه ان احنا ساحه قصر عابدين بعيده عن اي تقاطعات مروريه وتحتمل وجود من 1000 5 6000 بني ادم. كل من يريد التظاهر يقول والله بيقدم للجهه المختصه انا عايز اعمل مظاهره عشان انا معترض على محمد الشافعي، والمظاهره في هتبقى في المكان الفلاني والتوقيت بتاعي من الساعه 1 للساعه 3 اهلا وسهلا اتفضل. ويتم في حراسة الأمن بشكل محترم جدا، الأمن حتى يعني بلاش الأمن بالزي الرسمي، الأمن بالزي العادي، وبعد انتهاء المظاهرة تفضلوا مع السلامة مع السلامة وينتهي الأمر. أنت هنا تضع رئة للحرية التعبير. خلي بالك يا أستاذ أحمد، إحنا يعني إحنا حتى في التلفزيون الرسمي المصري وفي الإذاعة الرسمية وفي جرايدنا القومية، وأنا بنتمي لدار الهلال المؤسسة القومية، بنكتب ما يحلو لنا من انتقاد في الوزير ولا الكبير ولا 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 ولا. الجزء القانون حق التظاهر ده هو جزء من حرية التعبير عن الرأي بضوابطه التي تشابه الموجود في انجلترا وفرنسا وامريكا وايطاليا واسبانيا. طيب. يعني كل يعني يعني برايك يعني حضرتك واضح من وجهه نظرك انك اميل الى هذا التعديل وبتراه خطوه ايجابيه، هل ممكن ان هذا التعديل في قانون تنظيم حق التظاهر ممكن يعني يقرب المسافه او يوطد الثقه ما بين المواطن والحكومه بالشكل اللي بنراه في الدول المتقدمه؟ يعني هناك بنشوف قد ايه احترام التظاهرات والمتظاهرين نفسهم بيحترموا مؤسسة الدولة، بيكون المظاهرات شكلها راقي الحقيقة وبتعبر عن المطالب بأسلوب منتهى الاحترام والرقي. وأنا سافرت وشفنا ده. أنا في فرنسا في شارع سان ميشيل واحد من أكبر شوارع فرنسا، شفت مظاهرة حاشدة فيها مئات الألاف اعتراضا على قانون المعاشات ولمدة 3 ساعات من الساعة 3 للساعة 6 والشارع عاد كما كان. هي القضية أن أنا كنت بس بتمنى على المشرع أن ينشر بنود القوانين حق التظاهر في الدول الديمقراطية. وعشان نقول لأولادنا الشباب اللي هم يعني غاضبين وان احنا بنشد عليهم، والله ادي القانون. يعني انت في امريكا مثلا منذ عدة اشهر 8 من اعضاء الكونجرس نزلوا في نهر الشارع فتم اعتقالهم لانه مكان المظاهرة هو على رصيف، فتم طبعا اعتقال مؤقت وتم الافراج عنه، لكن في النهاية ان هناك ضوابط. فانا عايز المشرع ان احنا كلنا كوسائل اعلام، حضرتك وانتم القرار الاهم